Once upon a time, they came out from the deep, from the very far south. They were the very best in their trade. Therefore, they were the chosen ones, the only trusted squad to protect the most precious of all, the throne of Egypt. They were called the Elite Warriors Legion, the Magi's. Today, Egypt has no pharaohs, no throne, no royalty, but a great civilization. Yet, she still has her elite platoon. They converted from a squad of warriors to a multitude of exceptionally talented troops, the Magi's of civilization, guardians of the spirit within. الحقيقة لما ابتديت أفكر في مشروع التخرج ودي كانت البداية لنواة لشغلي لحد النهاردة، لأنه كانت أول مرة أبقى حرة أني أختار فكرة وأني أنفذها على عدة لوحات وأقدمها، ده يبقى مشروع التخرج. فكان طبعا يعني لا يخطر على ذهني غير حاجات مرتبطة بالفن المصري القديم اللي أنا بعشقه. طبعا على مدى 5 سنوات أنا بسافر الأقصر وأسوان رحلة، وبناخد تاريخ فن، برغم أنه دراستنا في الأكتر كانت لتاريخ الفن الأوروبي طبعا، إنما كان دايماً في ذهني مرتبط إنه لأ، مش ده، مش الاتجاه ده، رغم الحداثة وبعد الحداثة وكل الأبستراكت ده، لأ أنا عايزة أعمله بس بهوية، بتاريخ، بعشق، بحب، غرام. أنا بحب مصر، بحب مصر، بحب الفن المصري القديم، بحب الإنسان المصري القديم. صحيح حصل اختلاف كبير جدا، صحيح حصل انقطاع، الفن المصري القديم آلاف السنين اتكلمت عن ده يمكن في مرحلة سابقة. ايه الأسباب؟ استعمار، استعمار والتجهيل. استعمار كان يعني عملنا عمل مننا عمل جهل وفقر وتخلف يعني. المهم انه كان مشروع التخرج عن موتيفات مصرية قديمة، استخدمت القماش، الموتيفة، القناع المصري القديم، الموميا عملت على أسطح خشبية شبه مومياوات،
وطبعا خدت تقدير عالي في مشروع التخرج، وكملت، بس كملت اكتر من ان انا اكمل الخط ده، كملته دراسة بقى. يعني حبيت ان انا اتعمق وادرس واذاكر الفن المصري القديم، فعملت ماجستير عن إخناتون والتحول الديني وأثره على الفن في الفترة بتاعت إخناتون وما بعدها، وعملت في رسالة الدكتوراه القطع الخزفية والفخارية والحجرية اللي هي ما يسمى الأستراكا، اللي هي بعتبرها خارج نطاق الفن المثالي المعروف. يعني حبيت أبرز القطع اللي عليها صور، عليها فن مختلف عن اللي احنا اتعودنا نشوفه على المقابر والمعابد. كل ده خد حقيقة وقت، خد وقت طويل، لأنه كمان كنت بشتغل الشغل مع الدراسة مع وجودي في القاهرة، لأن أنا لما عملت ماجستير ودكتوراه كنت جيت القاهرة بشتغل وبدرس وبسافر اسكندرية، أهلي طبعا، كل ده مش هقول عطلني، إنما ما ادانيش فرصة كبيرة إنه أمارس الفن بحرية. طبعاً كان لازم في الماجستير وفي الدكتوراه وفي كل مراحل اللي مريت بيها بيبقى فيه جانب عملي اللي هو لوحات طبعاً، إنما ما كنتش الفن لا يقبل الشراكة، مستحيل في فن مع أشياء أخرى، فن لا يقبل شريك، ودي حاجة يعني أنا كنت عارفاها من البداية. علشان كده لما جالي الوقت اللي أقدر أتفرغ فيه تماماً للفن، يعني لم أتردد أبداً، سبت كل حاجة، يعني شغل، كارير، كل ده حطيته ورايا، وقلت انه الوقت اللي فاضل لي ده هيكون مخصص للحاجة اللي بعشقها واللي بحبها واللي بأجيدها، اتمنى طبعا، لانه الانسان لا يجيد اي شيء الا لو بيحبه، وقع في غرامه، وانا وقع في غرام الفن ووقع في غرام مصر، فكانت النتيجة انه شغلي على ما أتصور يعني متأثر بالفن المصري القديم، حتى لما بعد كده تطور من مجرد موتيفات، من مجرد أشكال واخدة الشكل المصري القديم، اللبس، البنات، الحاجات دي كلها، حتى لما حصل تطور برضو فضل عندي البصمة اللي أتمنى إنها تفضل موجودة، لأنه دي بصمة الفنان، كل فنان بيبقى له بصمة، لو أنا البصمة دي من موروث الهوية والتراث والحب لمصر، أنا هكون أسعد مخلوق. لو بنتكلم عن التكنيك اللي أنا كنت بستخدمه أثناء كل التجارب اللي أنا بعملها دي، لأن كل لوحة دي تجربة، فحقول إنه كنت بحاول أعمل ملامس، بشتغل على أسطح خشبية بحضرها بمواد طبيعية زي ما كان بيعمل الفنان المصري. صحيح أنا ما اشتغلتش بالتكنيك بتاع التمبرا
الأكاسيد والخامات الطبيعية إلى حد ما اشتغلت بحاجات مشابهة، بس حاولت أنه طول الوقت التكنيك ده اللي أنا بشتغل بيه يوصلني للحالة كأنه أنا بعمل جدار في معبد، بعمل جدار في مقبرة، حالة قديمة، حالة تاريخية، حالة فيها إحساس وفيها حب وفيها عشق. يمكن فضلت معايا حتى بقول في تطور لاحق بيجي على مر السنين، انه مش بس انا بقيت بشتغل على الموتيفات والبنات المصري القديم والحياة اللي كنت اتمنى ان نشوف منها الحياة الحقيقية، الحياة الواقعية بتاعت الانسان المصري القديم، انما كمان دخلت على التاريخ، على تاريخ مصر كله. يعني هنلاقي فرق ما بين معرض اتعمل انا عملته في الاتيلي 2010 وكان كله بنات في صورة بنات من مصر القديمة في حدائق بيلعبوا مع بعض، في عازفات والراقصات، في ضربات الدفوف، في بنات في الحديقة. هنلاقي فرق ما بين 2010 و2014 معرض مصرية على مر العصور اللي عملته في قاعة الباب متحف الفن الحديث. مصرية على مر العصور كان مراحل من الحياة في مصر، يعني مرحلة مصري القديم، مرحلة ممكن إغريقي يوناني، مرحلة إسلامي، مرحلة في الإسلامي ممكن مثلا أموي أو عثماني عازفات، بعد كده دخلت على العصر الحديث هنلاقي عندي راقصات من الثلاثينات، عندي العصر الملكي أسرة محمد علي ملكات مصر، عندي بنات السبعينات اللي هم جيلي اللي أنا كنت بتكلم عن فترة اسكندرية وفترة نشأتي في اسكندرية وفترة الكوزموبوليتان اللي هي اسكندرية كانت مدينة عالمية، وازاي احنا كنا بنات زينا زي اي بنت اوروبية بنلبس يعني كشكل كمظهر كلبس، ودي حاجة مهمة جدا، يعني هو الشكل والمظهر واللبس ده مش حاجة يعني غير ذات أهمية، لا حاجة ذات أهمية لأنها بتؤرخ لعصر، بتؤرخ لثقافة. اللبس مش مجرد لون ولا زي، لا ده تأريخ. فمن الذاكرة طبعا كانت بنات السبعينات. فإحنا لو بصينا بقى في الخمس سنوات دول او اربع سنوات هنلاقي انه طبعا يعني فيه تطور بيحصل، فيه التاتش او اللمسة او البصمة المصري القديم اللي انا تأثرت بيه جدا وحبيته وعشقته فضل موجود عندي في كل العصور، في كل مصرية على مر العصور فضل عندي هذا التاتش. طبعا لو هتكلم عن التفرغ للفن زي ما قلت انه الفن ما يحبش شريك، لانه علشان الفن يديني لازم انا
أديله وقتي، أديله حياتي، أديله فكري، وأبقى مشغولة، مشغولة باللوحة اللي بشتغل فيها، مشغولة طول الوقت. ممكن أبقى لو وقت فاضي مشغولة باللي أنا نفسي أعمله، باللوحة اللي أنا نفسي أعملها. يعني ياما لوحات فكرت فيها سنوات لحد ما بيجي وقتها واشتغل فيها. الفكرة في حد ذاتها، والفكرة دي بتاخد مجهود كبير جدا، لأنه مش سهلة، مش سهل إن أنت تفكر هتعمل إيه على سطح أيا كان، كبير صغير، بياخد مجهود. أنا بالنسبة لي عملت لنفسي نظام، الحقيقة بيريحني، بما أني متفرغة للفن يبقى أنا عندي نظام يومي للعمل. ناس تانية بتروح الشغل بتشتغل ماركتينج، ناس بتكتب فبيبقى عندها وقت الكتابة، أنا فنانة فيبقى وقتي مخصص للرسم. بقوم الصبح بدري، باخد شاي، قهوتي، ممكن أشوف الأخبار، ممكن يكون عندي شغل أبتدي أحضر له. أحضر له إزاي؟ أحضر له بذاكر أيا كان اللوحة اللي أنا بشتغل فيها، فأنه اتجاه بذاكر، بشوف العصر ده اللي أنا بشتغل فيه كان عامل إزاي، لأن كل حاجة أنت بتشوفها بتقراها بتوحي لك بشيء كفنان، بتوحي لي بشيء. فما بشتغلش من غير مذاكرة، لازم بذاكر. ده بيبقى فترة الصبح اللي هي ممكن تبقى ساعتين الصبح بدري، وبعد كده ببتدي يومي في الأتوليه قدام اللوحة بتاعتي. البرنامج بقى انه بشتغل من الصبح للظهر، باخد ساعة راحة، ساعة ونص، برجع اشتغل تاني لحد بالليل. ده برنامج يومي لا احيد عنه الا في ظروف استثنائية. عندي حدث هام لازم انزله، عندي معرض مهم لازم احضره، عندي لجنة لازم اروحها، كل دي بتعطلني عن الشغل. بس هذا هو الانسان، يعني مش ما يقدرش يبقى بس فنان وما بيعملش اي حاجة تانية. طبعا بيجي اوقات انه مضغوطة لازم اسلم شغل في توقيت معين لحدث مسافر برا، شغل مسافر برا، او حدث معرض مهم هنا. المهم انه في الوقت ده ما بيبقاش بقى في البرنامج ده، بيبقى برنامج مكثف. يعني بمجرد ما بصحى الصبح اخد شاي قهوة بيبتدي الشغل، وما اعرفش بينتهي امتى. بينتهي لما انا اكون منتهية، لما انا اوصل لدرجة ان انا خلاص مش شايفة، مش قادرة. الساعة 1 بالليل، 2 بالليل، ايا كان، ده بيبقى البرنامج المكثف. ممكن اقوم تاني الساعة 6 الصبح، اقوم الساعة 8 الصبح، اجري برضو ادخل الاتوليه وابتدي شغل، لانه مهمومة باللوحة دي، مهمومة بالفكرة اللي انا حطاها، مهمومة بالرسم، مهمومة هخلصها ازاي، مهمومة عندي عيوب لازم اصلحها. يعني بتبقى المسألة شوية obsession، يعني فيها حالة من، لو أقول لكم إنه فيها توحد. يعني أنا أنجح لوحاتي اللي بتوحد فيها مع اللوحة، مع السطح، مع اللي أنا بعمله. ما بفكرش غير في اللوحة،
ما بنامش غير على اللوحة، ما بقومش غير واللوحة في ذهني، أنام أحلم بيها، أقوم بيها، باكل وأنا بشتغل، ما بكلمش حد، يعني التليفون لو رن يزعجني، إنما لازم أسمع مزيكا. طبعا أنا بعشق الغنى المصري القديم، بمعنى عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد المطلب، فايزة أحمد، محمد فوزي، شادية صباح، نجاة، يعني كل ال... بس طبعا اللي أنا بتكلم عنهم دول أنا اللي مغرمة بيه جدا أسمعه ما قبل الايه الحداثة اللي هي التطور اللي بيحصل لكل فنان، انه يعني يحاول يطور من نفسه. لا، انا بحب كل الحاجات القديمة دي اللي بحب اسمعها. طبعا بحب ولو انها حاجة يعني غريبة شوية، بحب اسمع اوبرا وانا بشتغل. اوقات بيجيلي الحالة دي، صوت عالي، اوبرا على اعلى صوت، ببقى سعيدة جدا. رغم ان ممكن طبعا كلنا عارفين ان الاوبرا ممكن ما نبقاش فاهمين الكلام اللي بيتقال، بس عارفين الاحداث، فبالتالي بنبقى متابعين مع المغني او المغنية ايه اللي بيتقال. مزيكا كلاسيك طبعا هي دي اللي انا اتربيت عليها، كل المزيكا الكلاسيك بانواعها ما عنديش فيها اي، ما بختارش، يعني بتيجي كده الحاجات لوحدها. الاوبرا مش في اي وقت ممكن وانا بشتغل اسمعها، انما في اي وقت اسمع مزيكا كلاسيك، في اي وقت اسمع مصري بتاعنا. حتى الأغاني الأجنبية بسمع برضو القدام، بسمع كل فرانك سيناترا، بسمع بياف، إيديت بياف، بسمع يعني حاجات كتير، بس برضو القديم. بس طبعا لازم أسمع مزيكا وبسمعها بصوت عالي، و ما بحبش حد يزعجني خالص وانا بشتغل، ما بحبش اكلم حد، ما بحبش اشوف حد، ملوش شريك الفن.